طبعا هلا رح ننتقل لفقره الابراج. لا صباحك الاء. صباح الورد. صباح الورد داليا. صباح الفل. كيفك اليوم؟ رح تحكي لنا كيف كل برج بين بصرف مصري. وين بتصرف مصاريكم؟ بنات معروف وين بنصرف مصاريهم. أكل صراحة. لبس. لبس. لا هو أكثر إشي الأكل، بعدين بتيجي اللبس والميكاب. أنا بيحتي أكل بعدين بيجي اللبس والميكاب. أهم إشي الأكل الصراحة. الواحد أول ما ياخذ مصاري عليهم يروح يشتري وياكل. بالضبط، ندلع كرشنا أهم إشي. بالضبط، ضروري ندلع. فبنقول مرحبا يا أصدقائي من جديد بفقرة جديدة من الأبراج. اليوم بدنا نعرف كل واحد وين بصرف مصاريه حسب برجه. هلأ عادة في منا اللي بحب يدخر، في منا اللي ما بحب يدخر، في منا اللي بحب يصرفهم على الأشياء الثانوية، في منا لا بفضل دائما التزاماته والأشياء الأساسية في حياته لحتى يصرف عليها فلوسه. أنا بيني وبينكم أنا بحب أصرف الفلوس على إشي أنبسط فيه، سواء كان مهم ولا مش مهم، مهم ننبسط. نبلش مع برج الحمل. هذا البرج عنده قاعدة دائما بيحكي فيها إنه أنا بقدر أجيب الفلوس وقت ما بدي، فليش ما أصرفها مثل ما بدي؟ حتى لو كان أوقاتها أشياء مش مهمة ونزلته على السوق، هاي لحالها مصيبة. بقدر يشتري أشياء كمية كبيرة، وأحيانا مش كل إشي بكون بحاجته بهاي الكمية، لكن بقولك أنا بحب أدلع حالي وأبسط حالي قد ما بقدر، وبصرف بشكل خرافي على نفسي لحتى أنبسط. مدام أنا عم بشتغل وبتعب، فأنا عم بكافئ حالي بإني عم بصرف وصحت فيه، بقدر أجيب مصاري وقت ما بدي. بروح على التور. التور لا، عنده رأي آخر عن الحمل. التور هو، شوف الصراحة بابا تور، أنا كنت أشوفه بعيني هيك، عن جد كنت أشوفه بعيني. خلينا نسمع. حتى بصرف المصاري مرتب، دائما بيشتري الأشياء المحتاجها، بسدد الالتزامات اللي عليه، بكون حاط ورقة وقلم وكاتب شو مثلا أجار بيت، كهرباء، مي، شو عنده التزامات، شو عنده قروض، شو عنده كل إشي، بعدين شو بيصفي معه، إشي بيدخر منه والباقي بيصرفه على البيت وعلى العيلة. فأنا بقول دائما برج التور حتى بموضوع صرف الفلوس مرتب. بقول لك أنا ما بحب حدا في يوم الأيام يجي علي يقول لي بدي منك مصاري، ما بحب الدين نهائي، لهيك بحاول يسد الالتزامات أهم إشي، وهذا الإشي الصح الصراحة. شكرا يا بابا. بنروح على الجوزاء. الجوزاء أول مكان بروح عليه فلوسه هو الشوكولات والأكل والتسوق والملابس. وتحياتنا لزميلتنا يارا زكرني، لأنه هي هيك بالضبط تحب تصرف المصاري على هاي الأشياء. وبعدين بحب اللبس كثير، لأنه هو حدا متكتك. بقول لك أنا بحب أظهر بأحسن صورة، فما عنديش مشكلة لو اتدينت عشان أشتري هاي الشغلة اللي عجبتني وألبسها وأنبسط فيها. فهو كتير بيهتم بحاله وبشكله وبالأشياء اللي بتبسطه، لأنه هو شغل مزاج. بقول لك أنا بصرف فلوسي، بعدين برجع بشتغل، برد بجيب كمان مصاري، وبكم بالإضافة لأنه بطير مصاري على المطاعم اللي بكتشفهم جديد، بحب يكتشف مطاعم وأكلات جديدة. السرطان هو أصلاً برج دائم البحث عن الأمان، فبالنسبة له المصاري هي عنصر من عناصر الأمان في حياته لحتى ما يحتاج لحدا في يوم من الأيام. فدائماً بحاول المصاري اللي بياخدها أو اللي بتجيه، قبل ما نحكي عن مصاريفه، بحاول إنه يلاقي طريقة يستثمر هاي المصاري لحتى ترجع له دخل. لكن أغلب المصاري اللي بتجيه أول إشي طبعاً همه كرشه، مثل برج الجوزاء طبعاً. كتير بحب الأكل. بعدين ببلش يصرف على الناس اللي حواليه، بحب يسعد عائلته كتير، يعني ما بحب يشتهي شغلة إله لحاله، بحب يسعد عائلته، بحب يجيب الهدايا الثمينة للأشخاص اللي بحبهم، مش على أي حدا، بس هو بحب يجيب الهدايا الثمينة للأشخاص اللي بحياته واللي بحبهم. بس ما يزعل من حدا من برج السرطان إنه همه على كرشه صراحة مثل الجوزاء. بنروح على الأسد. هو بحب الصرف بسخاء. أصلاً الأسد معروف عنه إنه هو حدا كتير شغل مظاهرك، شغل تكتكة، يعني هو بحب يصرف بسخاء وفظيع كيف يصرف على حاله وعلى اللي بحبهم كمان. هو كتير حدا كريم. أول إشي بيصرف مصاري على العطور، على الساعات، على البراندات، على الأشياء الكتير ثمينة. بحب يظهر بأكتر شكل أنيق، ودائما ضروري يكون بلبسه لازم يكون أغلبها براندات. وكمان على الأكل بأماكن فخمة، والسفر، يعني إذا بدي يروح على بلد بكون حاط كمية كبيرة من المال بس للسفر، مع أنه أوقات ما بكون بحاجة هاد المال. وبحب يدلع
شريكه كثير. يعني اذا بدك تتجوز امراه برج الاسد بنصحك، او تتزوجي رجل برج الاسد برضه بنصحك، رح يدلعك كثير ويجيب لك هدايا حلوه. خلينا نروح على العذراء. هو برضه مثل التور، العذراء منظم جدا بمصاريفه، اهم شيء برضه عنده التزاماته والاشياء الاساسيه. بعد هيك ببلش يصرف على ايش؟ على المنظمات الغذائيه اذا كان بينادي رياضه، يعني الاشياء اللي بتهم صحته وعافيته وشكله. بقول لك انا صحتي هي اللي بتجيب لي المصاري، فلازم اصرف عليها واعتني فيها واخذ فيتامين وهي الاشياء لحتى اقدر اجيب مصاري بعد هيك. تعالوا نشوف هالميزان. إذا بتحب تروح على السوق، خليكم معي، إذا بتحب تروح على السوق وترجع الأسبوع الجاي بنفس هذا اليوم، روح مع الميزان. مستحيل ترجع بنفس اليوم. الأسبوع اللي بعده حدا بحب التسوق بشكل مش طبيعي، بلف كل سواق، بروح وين مكان، بصرف مصاري، أوكي بس هو عارف وين بصرفهم. هو ليش بلف كتير أصلاً بسواق؟ بقول لك عشان أعرف وين بصرف مصاري. أنا بس أشتري هاي القطعة، أوكي، أكون متأكد إنه أنا حطيت مصارية بالمكان الصح. أنا بدي أشتري هالقطعة أنا عجبتني، بس أنا متأكد إنه ما حدا شاري مثلها، أو أنا حدا كتير مميز الصراحة. فإذا حابب تروح وتتخلد بالأسواق انزل مع برج الميزان، لأنه برضه صرفه يعني بغض النظر إنه هو حدا كتير بحب التسوق، هو بصرف بحكمة كمان. خلينا ننتقل للعقرب. أول وأهم إشي عند العقرب هو يسكر برضه التزاماته والأشياء اللي عليه برستيجه، ما بسمح له في يوم من الأيام يجي حدا يقول له أنا بدي كنت منك مصاري، أو بده يتداين من حدا، ما بسمح لحاله يوصل لهي المرحلة. عفوا. بعد هيك مستعد يصرف كل اللي معه والأشياء اللي نفسه فيها على نفسه، يدلع حاله، على عيلته، على الأشخاص اللي بحبهم. بعدين اهم شيء لما يصرف يصرف فلوسه بحب يصرف على اشياء فخمه مش اشياء تافهه. يعني مثلا ملابس، لما بدي اشتري قطعه بكون متاكد انه هاي القماش كثير مرتبه بتستاهل هذا المبلغ، وبراند بتناسبه، بتناسب شكله وجسمه. كثير بهمه البرستيج برج العقرب، ولانه هو دائما بحب التغيير وما بحب الروتين بالشراء. برضو عفوا. بروح على القوس. أكثر فلوسه بتروح على الكوفير، على السفر وعلى الرحلات، وأنه يجرب أماكن جديدة ويستكشف أماكن مطاعم كوفيهات، ضروري كتير. لهيك بتلاقي ما بيجي آخر الشهر اللي هو مش ضايل معه ولا مصاري ولا إشي. كتير سوري. عفواً. فبتلاقي اخر الشهر اجا ما حوش مصاري، ما حوش يكمل مثلا مشوار او بده يطلع مشوار ثاني. بقول لك لا، خليني باللحظه هاي انا انبسط واغير جو، اشرب هذا المطعم، الكيكه هاي زاكي شكلها على عم بشوفها على الفيسبوك، العصير هذا كتير شكله بشهي. فبتلاقيه دائما عنده حب فضول انه يكتشف هالاشياء ويذوق طعمتها، ما بحب بس يشوف صور او انه حدا يحكي له عنه، لا انا بدي اجرب بنفسي. ننتقل للجدي. بيعرف يصرف وين فلوسه بالضبط يصرفها. هلا بهمه ممكن يصرف مبلغ كتير كبير، تمام؟ بس ممكن يصرفه انه يشتري بيت، يشتري سيارة او ذهب، يعني يشتري اشياء ثمينة لو انها غالية وثمينة لكن هي مهمة وبتضل معه العمر كله، يعني ما بيصرفها على اشياء مش مهمة بحياته، وبس يأمن هاي الاشياء اللي حواليه، هي بيت، سيارة، كذا، وقتها بعدين ببلش يدلع حاله ويصرف على الأكل وعلى الملابس، على الأجهزة، التلفونات، هاي القصص ببلش يدلع حاله فيها لما يأمن حياته. تعالوا نشوف الدلو. بصرف مصاري أول إشي، بهمه أنه شريكه ما يكون محتاج أي إشي بالعالم. بحب المفاجآت كتير، يعني بتلاقي أغلب فلوسه بتروح هاي القصص، هدايا، مفاجآت. بحب يدلع الشخص اللي بحياته كتير، بهمه إنه ما يكون محتاج إشي أو مشتهي إشي وهو ما بيعرف، فضروري جدا إنه يكون باسط بهاي الأشياء. وبصرف على فكرة هو مبسوط. بعدين ببلش يشوف إيش الأشياء المهمة في حياته ويصرف عليها، بس لما يحس حاله زاد بالمصروف لأشياء تافهة أحياناً أو أشياء مش ضرورية بحياته ببلش يندم إنه لا كان لازم وفرت أو استثمرت. هو عنده حب الاستثمار مثل الجوزاء، عفواً مثل السرطان، بحب يدخل بجي يستثمر فيه برضه. فكرة حلوة الاستثمار على فكرة، كلياتنا لازم نشجع عليها.
وأخيرا برج الحوت، أكثر برج بالعالم بصرف مصاريه على بطنه على كرشه. هذا كتير بحب الأكل بشكل خرافي، والحواليه كيف بدلعهم يطعميهم، يعني يروح يجيب أكل جاهز ويفرد صفار ويعمل ويعني يهتم فيهم يحليهم بشكل مش طبيعي. بحب يدلع الناس اللي حواليه، بحب قبل ما يجيب الشغلة إله يجيبها للناس اللي بحبهم. برضه هو كتير حدا بحب المفاجآت، فبتلاقيه مستعد يتداين لحتى إنه يسعد شريك حياته أو عيلته أو أي حدا من اللي بحبهم أو أصحابه. فبتلاقي حدا مدلل للآخرين كتير مصاري، عشان هيك دائما يحرام ماما مصاري طفران. وبهيك بنكون أنهينا فقرة أبراج لليوم. أكيد بتكون عجبتكم، لأن كلاتنا بهمنا نعرف وين عم نصرف مصارينا، ولازم نستثمر ضروري جدا القرش اللي بيجيك تكون عارف لما بدك تصرفه وين تصرفه. ما يعني ندلع حالنا، نبسط حالنا قد ما بدنا، لكن برضو ننتبه لمصاريفنا تحديدا بالوقت اللي احنا فيه. وبشوفكم بالحلقات الجاي، وإلى لك يا أصدقاء. يعطيك العافية. لا الله فيكم. يعني بتفق انه منعرف برج الميزان بيعرف وين بالضبط بصرف مصاري، بس انا شخصيا مش من الناس اللي عندها طولة بال على الاسواق كتير. الحمد لله انا عندي اختي هيك مصيبة، بتقعد اسبوعين وهي بالسوق عادي ما فيش مشكلة. لا زي فرح، بعرف ناس كتير. لا انا ما بتحمل كتير بالاسواق، ما عندي طولة البال هاي، انه خلص اللي بيعجبني باخده، ما عندي استعداد اضلني الف بكل الاسواق عشان الاقي شيء مميز. بالضبط. بس حبيت انه القوس بصرف مصاري على الكوافير والطلعات والجيات والسفرات. بس بلاش سفرات كثيرة، خلينا على الكوافير. بالضبط. بحب كثير يهتم بحاله ويكتشف اشياء جديده، اشياء زاكي ما حدا يحكي له عنها، هو يعرفها لحاله. صح صح. لا معك حق. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك. شكرا لكم.